الشتا ده محتاج كرومب، حاجة كده تدفي من التكتكة. تعالوا نعمل مع بعض كرومب بلدية، وهقولك على كل التكات والحركات اللي تعمل خليكي تعملي محشي ولا أطعم ولا ألذ من كده. تابعونا ونادي كل الستات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله. هحتاج معلقتين كبار مادة دهنية، تختاري سمنة زيت زي ما تحبي. انا عايزاه النهارده يكون اكسترا دسم، فهعمله بالليه، لكن الليه برضو اللي عندي مش تقيله قوي اهي. بصي البرطمان من بره كانه برطمان سمنه بلدي، لان انا بعملها بطريقه كويسه هقول لكم عليها بقى في الوقت واحنا بنعمل البصل والطماطم. طيب هاخد مع حوالي معلقتين كبار منها في صينيه، بحب اعمل الخلطه بتاعه المحشي في صينيه على طول عشان هي اللي هحشي فيها، ما اعملهاش في حله وننقص من حاجه للتانيه. هاخد معلقتين كبار واحطهم على النار، طبعا الحاجات الجميلة في المحشي الخضرة كتير على قد ما تقدري، شبت وبقدونس وكزبرة وكمان بصل كتير. الاول انا هجهز الطماطم في الخلاط، المادة الدهنية بتاعتي كده تعبت، هنزل بيها فيها مكعبين مرقة. المرقة دي اللي احنا كنا عاملينها في البيت معاكم، هتلاقوا اللينك بتاعها. شوحوا معانا اهو، انزل بقى بالطماطم بتاعتي بالكمية كلها ورا بعضها. الطماطم اهي بدأت تتسبك معانا، بس انا عايزاها اتقل من كده، عايزاها تبقى كلها القوام دوت، المية اللي فيها السائل بتاعتها دي عايزاها تنشف منها خالص. كمان اهو دعكناه بملح وفلفل، وخدي بالك ما تكتريش الملح والفلفل عشان لو حاطه مرقه زي ما انا عامله المكعبات، لان هي اصلا فيها ملح. الرز كمان غسلته اهو جهزته، حطي بقى كميه الرز اللي مناسبه ليكي، والخضره كمان مجهزينها. دلوقتي هنقطع الورق بتاع الكرنب مع بعض. انا بقطع الكرنب اربعه لو هي الكرنب بتاعتي كبيره، او اقطعها اتنين، وساعات بعملها زي ما هي، كل واحدة بقى ايه زي ما بتحب تقطعه. بسم الله. خلصوا بقى انا كله وارجع لكم تاني كده. خلاص قطعت الورق بتاع الكرنب كله. هقولك بقى الراس بتاع الكرنب انا بقطعها طرنشات كده صغيرة شرايح، دي بحطها في القاع بتاع الحلة من تحت عشان دي افضل حاجة من ناحية ان انا هوفر، بلاش احط بصل ولا جزر ولا كلام من ده، وكده كده هي مش مستخدمة هتترمي. والورق الاخضر دوت برضو اللي بيبقى من بره، بعد ما برص القطع ديت بحط فوقيه عشان لو جيت فكرت ان انا اقلب الحلة على بعضها يبقى مفيش حاجة من ده هتنزل، هقدر اشيل ديت اعمل عازل كويس. وبعد ما بحشي الحلة بتاعتي وبخلصها برضو بحط ورقتين من الورق الاخضر الكبير دوت على الوش، افضل من ان انا احط طبق اكبس بيه المحشي زي ما ناس كتير بتعمل. ده كمان بيخلي المحشي من فوق كله يستوي حلو، والحلة كلها تستوي بشكل كويس. تمام كده هنبدأ بقى، خلاص الصلصة بدأت تتسبك خلاص، وهنشوف هنكمل ازاي مع بعض. الصلصة بتاعتي اهي بعد ما تسبكت
كده انا عايزة القوام دوت، ما حطيتش معاها لا صلصة معلبة ولا اي حاجة. طبعا الكمية ديت اكبر ما انا محتاجة للمحشي، فانا هنقص منها طبق او اكتر. يعني هقول لكم بقى ليه، واحنا بنحشي بين كل سطرين ثلاثة كده حط معلقة من الصلصة ديت، تخلي بقى طعم المحشي فظيع. طبعا الحركة الاولانية اللي احنا عملناها ان احنا نحط الماجي الاول، دي طلعت ريحة بقى وبتدي طعم غير عادي. اول حاجة بقى هنحط الرز، رز مغسول كويس متصفي، انتي بتقلبي كده حسيتي ان هي محتاجة طماطم تاني اديها. المحشي ده يعني من الحاجات اللي لازم تبقى مظبوطه بجد، لان خساره المجهود والتعب اللي احنا بنعمله فيه وبعد كده يبقى طعمه مش لذيذ عشان ناقص حبه قوطه ولا ناقص حبه خضره. انا كده بالنسبه لي ده كده تمام. بعد كده هحط البصل، البصل طبعا معمول من بدري بملح وفلفل. واخر حاجة الخضرة، طبعا مش اخر حاجة لسه ما حطيناش التشكيلة بتاعة بهار المحشي. الخضرة لازم تبقى متصفية من المية كويس، والرز والطماطم تبقى ناشفة كده عشان ما تبقاش الخلطة بتاعتك صايصة وانتي بتحشيها كلها فيها مية كده، بيبقى مش ظريفة خالص. حتى لو كان الصوص بتاع المحشي، يا ستي خلي الصوص ده بتاع الشوربة لكن مش بتاع رز ولا بتاع الطماطم، ما بتبقاش لطيفة خالص يعني. والله شكلها وريحتها يفتحوا النفس، بس عايزة حبة خضرة كمان. اتبقى معانا ايه بقى؟ اتبقى اظبط الطعم واحط الحاجة بتاعة المحشي. هي ايه بقى؟ متفقين قبل كده ان هي ملح وكمون وكزبرة ناشفة ونعناع وشطة والماجي البودر اللي احنا عاملينه في البيت. طيب لو تفتكروا اما كنا عاملين البرطمانات بتاعت السوبر انجاز، ادي برطمان اهو بتاع خلطة المحشي حطاها كلها مع بعض، وكل كوباية رز باخد معاها معلقة كبيرة، ادي معلقة وادي المعلقة التانية. اللي مش عارفة بقى البرطمان دوت عملناه ازاي، زي تشوف اللينك بتاعه هتلاقيه في الفيديوهات بتاعت القائمة بتاعت سوبر انجاز. كده انا خلصت البرطمان، اصلا فتح كده ريحته تحسي فتحت حلة محشي. توكل بقى على الله ونبدأ نحشي. في الحلة من تحت هحط القطع بتاعت الكرنب اللي احنا قلنا عليهم بتاعت راس الكرنب، ارصها كلها جنب بعضها. وفوقها هحط الورق الاخضر زي ما احنا اتفقنا. ما تخليش رز طالع من الكرنب بتاعك من الورق، ما بيبقاش شكله حلو وبيعجن في الحلة. طبعا ما تملهاش برضو قوي عشان وهي بتستوي تاخد سواها حلو معاكي. انا بصراحه ما بعرفش احشيه بالمعلقه ولا بعرف احشيه على طبق، يعني والدتي رحمه الله عليها كانت معلمانا نحشيه كده.
عشان بقى ما نطولش عليكم هقولك احنا عملنا الليه ازاي. كنت قايله لك هقولك واحنا بنسجل الليه ديت. انا في العيد الكبير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، نعاد على المسلمين كلهم بخير. بشوف الليه اللي عندي مع الدهن بتاع اللحوم وبفرمه حلو قوي. لو ما عندكيش مفرمه قطعيه في قطع صغيره، بس انصحك ان انت تحطيه يتفرز الاول. حطيه يتفرز الاول في الفريزر يعني ان شاء الله يوم، وبعد كده طلعيه يبقى سهل عليكي وانت بتقطعيه. تمام، هتقطعيه قطع صغيره خالص في حاله ان انت ما عندكيش مفرمه عشان تعرفي تحطيها في الكبه وتفرميها فرمه كده ايه حلوه في الكبه سريعه. تمام، بعد كده بعيرها بالكوبايه. كل كوبايتين اتنين ليا بحط معاهم كوبايه زيت. بحطها ازاي بقى؟ بحط الليه الاول تتسيح على النار ووطي النار خالص عليها لما تسلي. في الوقت دوت اكون جهزت بقى الزيت بتاعي. اول ما الاقي الليه خلاص سلت وبقت قطع بس كده صغننه بني تحت، بني فاتح يا جماعه مش محروقه، تمام، بروح حاطه اختبرها الاول بان انا احط لقمه عيش. لو لقمه العيش دي طشت كده وقرمشت في ساعتها خلاص يبقى الموضوع ده تمام. لقمه العيش كمان بتخلي لو فيها اي ريحه مش لطيفه بتروح خالص الريحه ديت. واروح حاطه بقى معاها الزيت واطفي على طول واخزنها بالشكل دوت. بتفضل بقى الليه معاكي سلسه سلسه يعني، وانت بتستخدميها مش عباره عن قطعه دهن كده جامده متعرفيش تقطعي منها، كل مره تبقى مشقه بالنسبه لك وانت بتقطعي منها. ده غير ان هي كده كمان بتبقى خفيفه وما بيبقاش باين ليها اي طعم دهن ليا فيها خالص يعني. الحمد لله والشكر لله يعني انا سنين بعمل بالطريقه ديت، عمر ما حد قال لي انت حاطه ليا في الاكل ولا كلام من ده، خاصه ان اولادي اصلا مش بياكلوها. فلما بعملها بالطريقه ديت يعني الحمد لله كله بياكلها وبيشكر فيها، محدش بيقول ان فيها حاجه. وكمان الحاجه الاهم ان هي بتقعد معايا من السنه للسنه يعني فعلا من السنه، وساعات بتعدي اكتر من سنه كمان ويكون لسه عندي من السنه اللي قبليها موجود منها. بص بقى المحشي بتاعي كده، طولت عليكم وارجع لكم في نص الحله، نص المرحله تقريبا. حط بقى معلقه صلصه تنقيط كده بسيط، وبعد كده ايه اكمل المحشي. وبرضو على الوش هنحط حبه صلصه زي دول. انا كده خلاص خلصت الحله كده خلصتها الحمد لله. هزود بقى صلصه تاني على الوش زي ما قلت لكم، معلقتين بس بسيطه كده. وهحط الشوربه بتاعه المحشي، وبعد ما احطها هحط الورقتين الكرنب الاخضر اللي كنا قايلين عليهم، اخضر بقى او ابيض زي ما تحبي، اللي كنا سايبينهم للاخر عشان نغطي بيهم وش الحله. طب ليه مش هحطهم دلوقتي؟ لان لو حطيتها دلوقتي هتاخد هي الصلصه اللي فيها كلها. انا عايزه لما احط الشوربه عشان الشوربه تدوب الصلصه بقيه الحله كلها. لو انت عايزه تست زياده او بتحب الورق اللي بيبقى اكسترا كده ملمع على الاخر، حطي معلقه سمنه بلدي كمان على الوش، او ممكن تحطي معلقه ليا بس كده هيبقى تقيل بجد يعني. بسم الله. على النار بقى وتشوفها بعد ما تستوي ان شاء الله. الصلصه اللي اتبقت معايا ديت دي انا مش هطبخ بيها، لان دايما لما بتشوف الاكل اللي انا بعمله بعمل اكل خفيف. فاللي اتبقت ديت انا هخليها المحشي تاني، فلازم لما اشيلها في الفريزر اشيلها في علبه تكون مميزه عن باقي العلب عشان اقدر اميزها بسهوله. خدي الفكره ديت، لما تيجي تشيلي حاجه دايما ميزيهم، لا بالشكل لا باللون لا بالحجم، عشان مش كل مره تفتحي كيس ده ايه ده صلصه محشي ولا ده صلصه بتاعت كشري ولا ده ايه، ما تتلخبطيش في حاجه زي كده. خلاص كده هشيلها واحنا مستنيين بقى المحشي ان شاء الله على النار. عشان الرز مش طالع بره ولا حاجه، الواحد طلعي الواحده وحدتها كده. احنا كده خلصنا الحمد لله طبق زي الفل، اتمنى ان انتوا تجربوه.
ويعجبكم بالطريقة دي. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين.